نعم، هؤلاء الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم وهم في الأصل مستحقون، يعني إذا نظرت إليهم من أحد الأصناف الثمانية، إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو عاملا أو مؤلف قلبه أو غارم أو رقيق أو في سبيل الله أو بن سبيل، يعني واحد من الأصناف الثمانية، لكنه لا يعطى من الزكاة ولو كان من الأصناف الثمانية. لماذا؟ قال لأنه كافر غير مسلم، والزكاة لا تعطى للمسلم، ثم استثنى قال إلا المؤلف قلبه، وقلنا هذا من مفردات مذهب أحمد. أما غير مذهب أحمد حتى لو كان مؤلفا قلبه لا يعطى من الزكاة طالما أنه غير مسلم، ولا تعطى إلا للمسلمين، لكن مذهب أحمد تعطى للكافر إذا كان من المؤلفة قلوبهم. فالكافر غير المؤلف قلبه بالإجماع لا يجوز أن يعطى من الزكاة. نعم.